حكم شهادة بعض المسلسلات أو بعض اللقطات من المسلسلات في أوقات الفراغ. على كل حال ينبغي أن تعلم أن نعمتين مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وينبغي أن تعلم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من بين هذه الأربع عن عمره فيما أفنى. فكل دقيقة تمر عليك أنت موقوف ومسؤول بين يدي الله عز وجل عنه. لا بأس بشيء من الترويح المباح، فإن النفوس إذا كلت عميت، هذا يجدد النشاط داخل النفس ويهيئها لاستقبال المزيد من العبادات إن شاء الله. المسلسلات طبعا بحسبها، أحيانا تكون من الخير الذي فيه دخن من الشر، أو من الشر الذي فيه دخن من الخير، والأمر بغلبة الصلاح أو الفساد. والشريعة مبنها على تحقيق خير الخيرين يا ولدي، وعلى دفع شر الشرين. وتخير يعني البرامج الهادفة، وتوجد برامج إسلامية جميلة هادفة كقصص الراشدين أو قصص أو التاريخ الإسلامي أو قصة الرسالة أو نحو ذلك. أعتقد أنك لو تكلفت شيئا من الجهد وبحثت عن بدائل إسلامية ستجد إن شاء الله. لكن خلاصة قولي أن المسلسل إما أن تكون من الخير الذي فيه دخل، أو من دخل من الشر، أو من الشر الذي فيه دخل من الخير. والعبرة بما غلب. وفي أزمنة الفتن لا تجد خيرا محضا ولا شرا محضا، تختلط المصالح بالمفاسد والمنافع بالمضار، والخير بالشر، والعبرة لما غلب. ما غلب خيره على شره رخص فيه، ويتقى الله في الشر ما استطعنا. وأضرب لك المثال، نحن نرسل أولادنا إلى الجامعات المختلطة، فيها فساد كبير، فيها شر كثير، لكن لا بديل لنا من أن نرسل بأولادنا إلى هذه الجامعات ليحصلوا العلم والشهادات المهنية يعني المطلوبة، ونوصيهم بأن يتقوا الله ما استطاعوا. وأصبح في القاعدة إقامة المصالح الشرعية الكلية، وإن اعترض في طريقها بعض المناكر الجزئية. على كل حال هنا الأمر في باب الترفيه أدنى بكثير من المصالح الكبرى التي أتحدث عنها، لكن في الجملة ما ذكرته لك، ما غلب خيره على شره أرجو أن تكون فيه رخصة، وتتق الله في الدخن الذي يشوبه ما استطعت، بارك الله فيك.